يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلادنا يطاف بالذين فيهم جنون، يطاف بهم بالقبر رجاء شفائهم، سلام العافية، ويفعلون ذلك مع البهائم، فهل فعلهم هذا شرك؟ نعم، هذا طواف، الطواف عبادة، طوافهم بالقبر تقربا إلى القبر على أن يشفها المريض والمجنون هذا عبادة، لأن الطواف عبادة، طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، ذكر الطواف مع العبادة مع الصلاة مع نعم.